حمزة ما بيغلبش، ولا كنتوا فاكرين خلاص عابد خلص علي؟ الشر بره وبعيد يا راس حمزة. لا يا شيخ، قلبكم عليا قوي. أمال انت خابر ان احنا كنا نفسنا تبقى انت الكبير؟ صح، بأمارة انكم خرستوا ومحدش فيكم فتح خشمه. ما تأخذنيش يا ريس حمزة، الحكاية كانت مسبوكة وكل حاجة كانت في يدهم، والشيوخ الجبايل جبلوا، هنتكلم واحنا فيه. صدقت يا شيخ مكي، بس انا هوريكوا حمزة هيعمل فيهم ايه. تجدها وجدود يا راس حمزة. خلاصة الحديث يا مشايخ، انتوا مش جايين هنا تصفوا اللي بينكم وبين حمزة، جيتوا عشان رئيس الغجر، وادي رئيس الغجر، هاتوا اللي في جفكم. يا ريس ماهر، احنا جايين نحط يدنا في يدك قبل ما عابد ما يركب ويدلدل رجله، وجايبين معانا عربون محبة. ايه يا شيخ مكي، ما خفتش حد من رجالة عابد يشوفك وانت جاي؟ غريبة، مع انك طول عمرك بتخاف من خيالك، وجايب لنا ذهب كمان. ده انا عمري في حياتي ما شفتك طلعت حتة ذهب واحدة من جيبك. ولزمه ايه الكلام ده يا حمزة؟ ملوش عازة الحديد ده؟ لسانا قدامنا وقت لو حطينا يدنا في يد بعض. وهنستفيد ايه؟ كل اللي تقوله ماشي، بدك تنزل الواحة انت وناسك، بدك تتاجر معانا، تشتري تبيع. لما نشوف المية تكتب الغطاس.